وليد الفراج، ولد في 15 أكتوبر لعام 1969، هو إعلامي وكاتب سعودي مختص بالشأن الرياضي. قدم برنامج أكشن يا دوري على قناة MBC أكشن، ويقدم حاليا برنامج أكشن مع وليد على قناة MBC أكشن. بدايته كانت في عام 1985، عمل مراسلا ومحررا لعدة صحف منها الرياضي اليوم. غطى أحداث الغزو العراقي للكويت أثناء عمله في جريدة الحياة عام 1990. انتقل بعدها للعمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب قنوات الرياضة كمقدم برامج ومحلل رياضي، وبعد إغلاقها انتقل لتقديم برنامج الجولة على قناة لاين سبورت الرياضية، ثم توجه للعمل لمجموعة قنوات MBC. عمل بعدها في قناة SBC السعودية. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.